مجموعة من القواعد، خلق مجموعة من القواعد نختار ونتكلم عنها، مجموعة من السلوك زين في كل واحد منا عنده سيارة يقودها يعود يتحلى بها. أول هذه القواعد هي قضية بعد قاع الاهتمام بمظهر السيارة، سابق رجاج يعود يقود، وسابق يعود يتعلم قوانين السير، وسابق يتعلم القيادة نفسها. رجاج يعرف عنه لا هي ملكوته ولا عنده سيارة، أول بعد مسألة ما يهتم بها يقال له مظهرها. يروي وسا ما بالضرورة تعود فخمة ولا بالضرورة تعود من آخر صيحة ولا شيء، يقير المهم على الوتة تعود عند رجاج عود وتة نظيفة بعد قاع. انا عندي وتة سابق ندخلها الدشره وتهمني نقودها فيها، نهتم باللي قال له مظهرها. مظهرها شنو؟ ما انا عندنا عم اصبح نقبضل ونصب الوتة نصق الهبي. المساله الثانيه شنو هي؟ اعلني سابق بعد قاع يهمني نركب الوتة ونقودها. نعود اولا بعد قاع عندي امام باللي قال له قواعد السير، قواعد السير بصفه عامه في ذاك البلد اللي انا فيه. ونحن هون نتكلم عن موريتان، للاسف موريتان مشاكل النقل اللي فيه مشاركه فيها ياسر من الاطراف، مشاركة فيها الحكومة اللي معنية بهذه المسألة، ومشاركين فيها المواطنين، ومشاركين فيها السائقين اللي عندهم الوتات. على سبيل المثال احنا وركتيها للأسف أكبر مشكلة يعاني منها الناس، على أنها تجبر واحد يقود سيارة هو ما عنده برمة، وتجبر واحد عنده برمة هو ما يعرف يعدل اللي يعدل السيارة. رخصة السياقة بعد قام أعطاها عاد فوضى، واحد تاكي في النعمة يترفع العرقاج هون في نواكشوط، ياك يقول له عدل لي برمة الصبح ولا النهار الاخر، دم نادم له يعود بكرمته له يركب وتا، هو ما عنده فكره عن قواعد السير ولا عنده فكره عن قوانين اللي يلا يتبع في ذناقيته. كيف ما قلت لكم قبيل عن سابق رجاش يتعلم قواعد السياقه وقوانين السير ولا شيء، خالقه مجموعه من السلوك يلا يتحلى بها ويلا يعود يعرفها. هي ياسر خلينا نحاولوا عنا نختصروا من هذاك اللي دائما باطن شوفوا بنا نحن نعدلوا. اللي قالوا كلاكسون يعني الواحد منا يعود داخل السيركيلاسيون على سبيل المثال، ويجي وتسمعوا تعود السيركيلاسيون مبلوكية والناس واقفه كامله والطريق ما هي خالقه بالفعل ولا شيء، تجبر واحد ثاني قابض اللي قالوا كلاكسون ضاغط عليه ضاغط عليه. هو ما هو معدل مشي، ما هو لانه عاد مصدر ازعاج للناس اللي في زرو بيني، اذا ما هو حال الطريق واذا ما هو مخلي وثائق يتقدموا وهو ما هو اللي يقد يطير، وهذا السلوك ما هو صالح ولا هو مدني ولا يعبر عن مدنيه الشخص. بيني انا خالقه مساله، خالقه قاعده شفتها زوينه، وهي علن يقول لك عن سياره الشخص انها تعكسه، لا عباره عن مرايه تعكس صورته. سيارتك نظيفه معناه انك انت نظيف، سياقتك مدنيه ومترقيه ومتكايسه، سيارتك متكيسة معناها أنك تم نفسك متكيس، تحترم القوانين معناها أنك أنت في حياتك تحترم القوانين. هذه هي طبيعة الأمور كاملة. فأنا عن حد منا نفسي يعدل رواية، أولا بعد قاعد يراعي فيها مشاعر الناس الأخرى اللي بزروا، يراعي فيها عنه ما يعود مصدر إزعاج للناس اللي بزروا. مسألة ثانية، الواحد منا تقريبا نسى يوقف، جاء البلد إشارة والحاجة إشارة حمراء وعاد له يوقف، ليجبر قدامه السيارة موقفة، بدلا من عنه يعد يحاول عنه ما يقرب ذيك الوتة الثانية ويخلي مساحة بين معاها. اه احنا نشوف وتة موقفة والوتة الثانية قارية فيها، يعني ما يعطيتها مساحة لقد اللي لا قدر الله قاعد شاف باله هو على انه تقريبا مو الوتة شاف باله على انه يتقلب يرجع، ما سا عنده مكان يقدر يتقلب منه يرجع، به اللي هو قدام وتة ولاصق فيها وجات جاته قارية فيه من ورا وتة ثانية. من عن هذه من المسائل البسيطة والاخطاء اللي بسيطة وشي غير تأثر بشكل بليغ على اللي ينقال له المرور. ونحن أزمة المرور ما عيننا في حد يقول لنا فيها شيء، قلنا اللي ذاك اللي فيها نعرفه كاملين، نعرفه عنها أزمة ما قد تنحل ما هو بعصا سحرية. بين أطراف كاملة مشاركة فيها، مشاركة فيها الحكومة اللي تعطي الرخص للناس اللي ما تعرف السياقة، ومشاركة فيها الحكومة اللي تعود واحد ماشي ولا عنده رخصة إلا على إنه هو أنا موظف كذا والله هذه كارتي كذا يخلى ماشي. هذا على أي أساس؟ إن أنت اللي تعود ما تعود أنت المسؤول تحترم هذه القوانين، وأنت المسؤول اللي تعود عدل مخالفة ولا تحاسب عليها. ما أنا عني أنا قاع المواطن إيش جابني؟
انا نتعلم منك، انت قدوه بالنسبه لي انا. قال لي تقول اه هذا واحد اذا في عدى المخالفه يجي موقف بشرط المرور تيتكلم معاه يقول له انا كذا وكذا ونعت له كارت وكذا، هذا ما صالح بسيفته. هذا انا واحد لي عن المسؤولين والناس اللي تشتغل بالحكومه والناس اللي في القطاعات الكبارات كامله، يلا يعودوا قدوه اللي قال المواطن البسيط اللي في نظره مهم على انه جاهل وعلى انه ما عنده ايمان بياس من الامور والياس من الامور ما هو واعيها. فمما دي مساله ثانيه وهي قضيه تكلمنا عن يعني قد نظافه في السياره وتكلمنا عن هذا كلاكسون اللي يستخدم الناس استخدام مصالح. نتكلم لك عن هيدا فياسيون اللي عدل وحدين، الواحد يشوف صف من وثات موقف يحان الطريق تفتح له وتعود لا حد الاشاره حمراء يقوم هو قال تفتح عن قدره، هو ايش واعد؟ انت اللي هي تمشي في نهايه المطاف اللي توقف قدامه اللي تتعرقل ولا اللي كنت خايف منه تخسر لا هي يخلق خارقه مساله يلا تفهموها كاملين. هو ما هو نرقاش له يأخذ من بلو يركب تاكسي والله يركب وتا ما هو عجلان. الناس كاملة كلها عنده مهمة وعجلانة لها يقاش لهنا واصل. نحن جابنا مولانا في بلد فيه أزمة نقل ما نعرف الطريقة اللي يسمحل بها، على الأقل ما نحاولوا عنا نفاقمه على روسنا ونحاولوا عنا نلتزم بقواعد بتسهل لنا على الأقل السير في هذا البلد. نحن نعرف بلدنا ونعرف عاصمتنا ونعرف عن قدرهات هي قد يعود وعاد درك في الأول الأخير عاد لباس فيه وعاد خالقين وعاد عندنا قدر من قدرهات يقير دائما تنقسم اللي قالوا لا صفة ما هي ياسرة إذا حد يوقف دائما يجبر مشكلة في التوقف يقير بعد هذا ما يخليني على أني أنا نعود راكبة وتي ويهمني نوقفني ما نجبر بدنا نوقف فيه وتي والله نقاريها فيه نقوم نقلق على حد ثاني وركتي هذه المشكله الكبيره عن تجبر الرجاج ماشي واعد تقريبا سوق ولا واعد بوتيك ولا محل قاع عليه يشتري من عنده اي شيء يسوى هو شنو يوقف وتجي واحد ثاني يوقف عليه يقلق عليه الطريق من لورا هذا سلوك ما هذا سلوك ما هو صالح بين انت اللي انت جاي موقفه من الدور غايه حتى فم واحد ثاني دور غايه تو يقعد عندني فماشي من عن هذه الطريقه ما هي صالحه توقف قدام ورا الوزاد ما هو صالح حد يوقف وتو يعرف منين يلا يوقفها هذه من المسائل اللي ضروريه نحن يلا ننتبهوا لها سابق اي شيء باركينج هو اهم شيء انت اللي عتم من تاكسي حاول على انك لا توقف ما هو على التحت عن قدرون بيلي تتوقفك على قدرون وتنقاز منها باساجي هذا يعرضها بعد قاع للخطر الشخص الراكب من نفسه يتعرض للخطر وانت من نفسك وانتك تعود مهدده وهذا ما لحد به غايه. فما اللي مساله ثانيه وهذا اللي قالوا حق المشات الناس اللي مقاطعه انت عندك وتا قاعد فيها وقاعد تحت ظل منع عنك انك تشوف رجاج ثاني مقاطر اعطيها الطريق حد يعود متسامح شوي. انا ما اقول عني انا عود قاعد فوته مكيفه والله قاعد ما مكيفه مع اني مقضى مرايته وجاي جاي نروح ورجاج ثاني واقف على الشمس ولا رجاج كبير واقف على زر الطريق ولو قاعد يوخم بين الناس موتت كامل ما في حد عاطيه الطريق هذا سلوك ما هو انساني ولا يلا قاعد من باب الانسانيه نعود نحن نتحلى بين احنا شعب مسلم الحمد لله. طبعا هذه حلقه نختار نثير فيها ياسر المسائل انا السياقه نقعد ما عندي بها إدمام كيف ما تعرفوا انتم كاملين وتقعدوا انتم قاعد اخبر مني فيها ونعطي قواعد بتعود مسناثرة شيئا ما ولا هي مرتبة حتى يقير بعد المهم عندي عن فكرة توصلكم مهم عندي أنها توصلكم بلغة مبسطة الناس كاملة تفهمها والناس كاملة تعرف عن اللي نقول كامل غالبيته على أنه حقيقي ضرك تعلمنا شنو القواعد يلا يتحلى بها أي رجاج في بدايته مع السياقة بدايته مع تحلاك الوسائل قلنا نحن ضرك اللي نحاولوا نعرفه في بلد في الجزء الأخير من هذه الحلقة إشارات وعلامات المرور ومعنى كل واحدة منها ودلالتها اللي هي واجعة نحن ما نحترمهم ما نحترموا الإشارات علامات المرور ولا نحترموا إشاراتهم الواحد منا يخاض على بانو لكن اللي ما خاض على شيء حتى على أنه قاع ما ينتبه هو قاع يعود في ذيك بانو فيها على قدام راه في متفجرات لا يتفجر عليه هذا ما يطرح له البال درك اللي نشوف الجزء الثاني عقاب هذه الحلقة راجعين عن هذا الجزء الأول من هذه الحلقة يعودنا لإعجابكم إلى الحلقة الجاية تابعوا باقي الحلقات.